من ليالي شهر رمضان وجعل في قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان، وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق أهل الحق طيب الإيقان، وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر له الحمد، سبحان الله ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر التجى نور الهدى صاحب قاب قوسين يعودنا رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم بالدارين خاتم النبيين رسول الله رب العالمين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين، خصوصا على الإمام سيدي أهل الإرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمام قاتل الكفر وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمار بن الفرق فاروق الموئدة بالإحسان رضي الله تعالى عنه، وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أشجع الشجعان مطعيم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي بن المرتضى مستعان، كرم الله تعالى وجهه على الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد الهزر أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمه سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمه الشريفة المقومين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار أخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم، إلى أن يوم هذا يوم عظيم وشريف وجعل الله تعالى إلى المؤمنين ورجاء الطالبين، أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نفس ما ساع من بر أو ساع من تمر أو شعير، واعلم أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاضل على حوائجه الأصلية لنفسه ولتلفه الصغيرة ولجاريته الكهف، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر فطر طهور الصيام من اللغو والرفث والطمع للمساكين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وطلق له اللسان وعلمه البيان وعينه وعين للصيام من شهور سنة شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بما صلى وسلم على جميع الأنبياء المرسلين عباد الله صلى الله عليه وآله طاهرتك طاعتك أجمعين برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا رب العالمين.